الماتش هيتلعب او لا، هيبقى الاداء عامل ازاي، هيعرف يلعب في الملعب يعمل اللي هو عايزه، المدرب نفسه تكتيكه للمباراه ممكن يتغير شويه. اكيد يعني لسه زي ما انتم شايفين دي صور فعلا النهارده الصبح جايالنا من اسكندريه، وزي ما انتم شايفين يعني الناس بتحاول تحل المشاكل. غريبه جدا يا استاذ محمد، يعني ما اعتقدش ان ده مشهد طبيعي، ان لما المياه بصفه عامه وفي مناطق كتيره جدا من اسكندريه بيبقى بالمنظر ده، يعني ممكن نقول الكورنيش، انما في كل اسكندريه واضح ان في بيقولوا لي ان ده واحد. على فكره كان في حادثه مؤلمه النهارده الصبح، ان في فعلا ان هناك ثلاثه اشخاص يعني صعقوا بالكهرباء نظرا لان في كابل نزل من الترام، فهما كانوا ماشيين وللاسف يعني توفوا بسبب هذا الصعق الكهربائي. لا هو 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 السؤال يا كابتن احمد المفروض يتسال. اسكندريه هي من محافظات الوجه البحري اللي معروف ان هي فصل الشتاء بالنسبه لها بيبقى في كثافه في الامطار. واحنا من زمان قوي عارفين الموضوع ده. كل سنه وكل صيف وكل قبل ما يجي اي شتاء يتحدث المسؤولون في اسكندريه او في المدن الساحليه عن ان هم اتموا الاستعداد لاستقبال الامطار. اتمام الاستعداد لاستقبال الامطار هو اللي انت بتعمل شبكه الصرف بتاعت مياه الامطار اللي بتبقى موجوده في الشوارع، اللي هي البلاعات الصغيره اللي بتبقى موجوده في الشوارع. انت واخد بالك من المشهد ده؟ مضطر ان انا اعلق لان ده واحد يعني في بيته وواقف جنب الثلاجه، الماء دخل بيته. دخلت له. فانت بتتكلم يا كابتن، فحضرتك انت بتتكلم لما بيبقى الكورنيش الشارع الرئيسي اللي مصروف عليه مئات الملايين سواء في التجميل او في الصيانه هو مش قادر يصرف مياه الامطار، يبقى اذا انت بتتحدث عن ازمه، وازمه كبيره يجب ان يحاسب عليها كل من يعمل في المسؤوليه او في الاحياء او في محافظه اسكندريه. نعم. لان انت بتتحدث عن كارثه زي بالظبط النهارده حضرتك انت بتكلمني على الملعب المباراه تقام ولا لا. الطبيعي ان المباراه تقام، بس تقام ليه؟ في اوروبا وفي الملاعب اللي هي ملاعب راقيه وملاعب متقدمه انت مزود ملاعب كلها بنظامين اساسيين، نظام تصريف المياه ونظام شفط المياه، يعني في حاجات بتقدر تشفط لك من مساحات الملعب فتجففها. حتى انت تلاحظ حضرتك ان هناك بعض الملاعب اللي هي بيبقى الشوط الاول يكسوها الثلج وبعدين تبدا الشوط الثاني ما فيش ثلج خالص، تبدا مع الوقت يرجع الثلج ثاني، تبدا الشوط الاولاني يبقى فيه ميه، بعد الشوط الميه ما بيقل. دي كانت خاصيه موجوده في ملاعب التنس اساسا وملاعب الويمبلدون والملاعب الكبيره.